بروفيسور عبد الفتاح شكيب، كيف تتوقعون أن يكون شهر سبتمبر ونحن على أبواب هذا الدخول المدرسي والدخول السياسي الهام جدا من الناحية الوبائية؟ كيف تتوقعون وكيف ينبغي التصرف؟ التصرف كما كنتوقع قد يكون عندنا عدد كبير في شهر سبتمبر، عدد كبير ديال الحالات وللأسف. كيف يمكن أن نتصرف؟ جوج الحوايج: دخول تعليمي عن بعد على الأقل في 3 أشهر الأولى، ودخول سياسي عن بعد. أنا كنت أتكلم عن الدخول السياسي بالنسبة للحملة الانتخابية وبالنسبة للتجمعات اللي كيكونوا في هذه الحملات الانتخابية، خصها تكون عن بعد. ما يمكنش إلى 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 خلينا غادي تكون هذا ما قدينا والو، غادي تأثر وغادي عدم احترام هذه التدابير الوقائية غادي تولي واحد الكارثة. فإذا الأحزاب السياسية خصها تاخذ بعين الاعتبار الحالة الوبائية ديال البلد، وخاصة تدير هاد التجمعات ديالها عن بعد. وحنا كنشوفوا بأن التجربة الأمريكية بينات بأن هذا شيء ممكن في السياسة. شكرا لك بروفيسور شكيب عبد الفتاح، أستاذ الأمراض المعدية بكلية الطب بالدار البيضاء، على مشاركتك معنا.